تشكل التربة مصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء، فهي محور الحياة لجميع الكائنات الحية. ومع ذلك نقوم بتدمير التربة التي تؤمن لنا الغذاء عن طريق تجريفها والبناء عليها واستنزافها حتى خسرنا معظم الأراضي الأكثر خصوبة، وأصبح استصلاحها مرة أخرى يكلف الكثير من الأموال. إعادة الحياة للتربة بعد استنزافها، هذا هو التحدي، حيث أن التربة هي أفضل منقذ للمناخ. تكمن الأهمية في زراعة التربة بالمحاصيل والنباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه داخل التربة، حيث تعد التربة أكبر مخزن لثاني أكسيد الكربون، وهذا بدوره يفيد المناخ. هذه المحاريث الدائرية تقلب الطبقة العلوية للتربة، بعكس المحراث التقليدي الذي يحفر عميقا. هذا المحراث الدائري لا يفتك بديدان الأرض والبكتيريا الموجودة في التربة، حيث تقوم هذه البكتيريا بتحويل مخلفات المحاصيل إلى سماد عضوي، مما يزيد من خصوبة التربة وإعادة الدبال لها مرة أخرى. أي أننا نقوم بتغذية التربة وليس المحاصيل حتى تستعيد التربة عافيتها مرة أخرى. هذا المحراث التقليدي يحفر التربة عميقا ويقلب طبقاتها الداخلية، مما يضر بالكائنات الحية الموجودة بداخلها، وهذا بدوره يؤثر على خصوبة التربة. تكمن الأهمية في زراعة التربة بالمحاصيل والنباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه داخل التربة، حيث تعد التربة أكبر مخزن لثاني أكسيد الكربون، وهذا بدوره يفيد المناخ. استصلاح التربة وتعفيها يحتاج إلى أجيال وسنوات لاسترجاع المغذيات التي قمنا باستنزافها من التربة على مدار عقود. لذلك لا بد من إعادة إنتاج الدبال لتغذية التربة، والتي بدورها ستغذي النباتات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو حابب تشوف فيديوهات تانية اكتر شرفنا وكون مشترك دائم معانا في القناة. اشتراككم معانا شرف كبير لينا، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.